بدأ مع احمد ثابت 4 اهداف نظيفه في مباراه المصري. طبعا مبروك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، بدايه مثاليه واللعيبه والجهاز الفني بدايه مثاليه للموسم. بالتاكيد اول حاجه انت جاي من خساره بطوله، فلا كان لازم تعدي خساره البطوله اللي هي السوبر الافريقي دي بمباراه زي ديت، بتكسب بنتيجه سكور ب4-0، بتكسب فريق جماهيري، فريق ليه جماهير، ليه مدرب دايما معروف ان هو بيلعب مباراه الاهلي بروح عاليه، فريق النادي المصري عامل صفقات كويسه، فبتكسب بنتيجه كبيره 4-0 دي في بدايه الموسم، دي حاجه كويسه جدا. كمان بتوجه رساله للمنافسين ان النادي الاهلي ناوي على اللقب رقم 44 من بدري بدري كده ان شاء الله. دي مهمه، ان انت دايما لما تكسب في البدايه بال 4-0 بتوجه رساله مهمه ان شاء الله ان النادي الاهلي ناوي يحافظ على اللقب بتاعه. كمان النادي الاهلي النهارده بصفه عامه قبل ما نخش في تفاصيل الماتش، تفوق في كل شيء في المباراه النهارده، تفوق فنيا بدنيا رقميا، حتى الاستحواذ بتاع النادي الاهلي وصل ل 53% مقابل الاستحواذ بتاع النادي المصري 47%، عدد التمريرات بتاع النادي المصري بتاع النادي الاهلي 416، النادي المصري 366، منهم تمريرات صحيحه 354 للنادي الاهلي مقابل 285 للنادي المصري. عدد المحاولات يعني الاستحواذ كمان انت متفوق في الاستحواذ ولكن بمحاولات، يعني رحت على الجون 18 محاوله منهم 6 صح مقابل النادي المصري 6 محاولات فقط منهم واحده بس صح. الضربات الركنيه النادي الاهلي كان ليه 7 مقابل 5 للنادي المصري، فالنادي الاهلي النهارده تفوق على النادي المصري في كل شيء. النتيجه الفوز ب4 ديت ده الفوز رقم 5 لمارسيل كولر مع النادي الاهلي بنتيجه 4، فاز قبل كده الاول النادي المصري النهارده، فاز قبل كده على المقاولين 4-1، على نادي الزمالك 4-1، على القطن الكاميروني 4-0، على الداخليه 4-1. فدايما لما تبدا الموسم بنتيجه زي دي اعتقد ان هي بدايه ان شاء الله خير.